يقال في كتب العلم أن سليمان بن داود أراد أن يعزم، لأن الله أعطاه ملك لا ينبغي لأحد. قال يا ربي هذه المخلوقات اللي رزقها عليك أبغى أعزمها يوم واحد، خل رزقها عليه يوم واحد بس وجبة. قال ما تقدر يا سليمان، خلهم علينا بس. قال لا يا ربي بس مرة بس. قال طيب كم تبغى مولة؟ قال أبغى شهر بتجهيز الطعام. طبعا يجهز طعام لكل المخلوقات، في حيوانات ما تأكل إلا لحم، ما تقول تعطيها شعير ولا تعطيها خضرة ما تأكل، وفي حيوانات ما تأكل لحم، وفي حيوانات تأكل خضار حشائش. فجمع وسوى الطعام حتى كانت السفر مسيرة شهور، السفرة مسيرة شهر. ثم لما استعد قال ربي خلاص جاهزين، خلي الضيوف يجوا. قال تبغى ضيوف البر ولا البحر؟ لأن في البر 400 أمة وفي البحر 600، 1000 أمة خلق الله 1000 أمة. قال تبغى ضيوف البر ولا ضيوف البحر؟ قال لا ضيوف البحر يا ربي، لأنهم يعني أغراب وجانب لهم حق. فأوحى الله إلى السمك، خرجت واحدة بس، خرجت فانحسر البحر منها، لما خرجت البحر رجع من كبرها، ووضعت فمها عن طرف السفرة أول سفرة وأنها تزحف إلى آخرها، ثم عودي خذ الثانية. المهم قشت السفر كلها، وبعدين تلفتت كذا، العين مثل الجبل، العين مثل الجبل، ما حد شافت شيء، كأنها ما شبعت، فرجعت زعلانة. خرجت واحدة ثانية مثلها، ويوم شافت هذه وما قد أكلت فإنها تأكل ذيك اللي خرجت. فخر سليمان ساجدا لله سبحانه وتعالى، قال ربي خلاص خلاص، واحدة طعامنا كل ما كفى واحدة، فكيف بالباقي اللي في البحر؟ يمكن هذه من أصغرهم، وكيف بالمخلوقات الأولى كلها؟ فلا يا أخي تحمل هم الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اطلب الرزق بطاعة الله، اطلب الرزق بالتوكل على الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجعل الهموم هم واحد ويكفيك ربي كل هم.